أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول: أقرأ وأسمع في بعض المجالس حملة تطعن في فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي والتحذير منه والأخذ عنه، وأنه ليس من أهل السنة والجماعة، مما جعلني في حيرة من أمري في ذلك، فما حكم ذلك؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه من أهل العلم ومن تلامذة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد العزيز في المدينة، وكان من الأساتذة في جامعة المدينة، ولا أعرف عنه انحرافا لا في عقيدة ولا في أخلاق، بل أظني فيه أنه حسن ومن أهل الخير ومن المكافحين لدعاء